ودلوقتي بقى هنخش على بلوكات الدودة. اول حاجة حطيت وين كليك، بعد كده حطيت wait 10 seconds عشان تصبر عبال ما البيضة تتكسر، بعد كده حطيت شو عشان تظهر الدودة، بعد كده حطيت wait 9 seconds عشان تصبر، بعد كده حطيت go to random position، وبعد كده خليتها لسبرايت 2 عشان تروح للتفاح، بعد كده حطيت ملف صوت، بعد كده wait 4 seconds، بعد كده دخلت هنا جبت دي، دوست هنا جبت صوت كأنها بتاكل اهو، كأنها بتاكل البتاع، كأنها بتاكل التفاح اهو، هتلاقيه اسمه بايت، حطيته اهو، جبت ساوند بقى، جبت ساوند وجبته، بعد كده حطيت wait 1 second عشان يصبر ثانية واحدة، بعد كده حطيت play sound صوت تاني، بعد كده حطيت hide عشان الدودة تختفي.